أهلا بيكم في ليلة من ليالي التتويج، أهلا بيكم في الأهلي خط أحمر. وفعلا سلة النادي الأهلي النهاردة كانت خط أحمر. أهلا بيكم في ليلة كل الأهلوية سعداء فيها، حققنا فيها انتصار مهم جدا، بطولة كان فيها قدر للنادي الأهلي إنه يغير كتير جدا من الصورة الذهنية للعبة كرة السلة داخل النادي الأهلي، وحسنا فعل النادي الأهلي في ليلة كل الأهلاوية فرحانين فيها. أهلا بيك يا أسامة. أهلا بيك يا فارس، وأهلا بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وبرنامجكم الأهلي خط أحمر. لكن فريق السلة النهاردة بالأصفر هم أبطال العرب للمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي. بالتأكيد الفريق ده خد تعب كبير جدا في تكوينه، الفريق ده استعنا بلاعبين وقدرنا نكون اسكواد قوي جدا من فرق السلة الموجودة حاليا في الوطن العربي. البعض كان بيخرج ويقول فريق السلة في النادي الأهلي اتصرف عليه مبالغ كبيرة، أين البطولات؟ النهاردة بنجيب بطولة كبيرة، بطولة لأول مرة بتدخل دولاب بطولات النادي الأهلي. النهاردة الأهلي أو سلة الأهلي هم أبطال العرب. أهلا بيكم في قناة الأبطال. أهلا بيكم. وكالعادة النادي الأهلي لا يليق به غير البطولة، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. السلة في النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي كان عنده فيها رغبة كبيرة جدا، وهو ان هو يغير شخصية السلة داخل النادي الأهلي. ده اللي حصل، وده اللي وصلنا له النهاردة بلحظة التتويج العظيمة دي. وكابتن محمود الخطيب بيحس بجهوده اللي كان حريص فيها انه يلبي رغبات جمهور النادي الأهلي. بطولة مرينا بيها بحاجات كتير جدا بتقصي فريق بيروت بطل البطولة 5 مرات، والاتحاد بطل البطولة 6 مرات، والنهاردة الكويت الكويتي. الفرحة حاجة عظيمة، ولكن أوجاستي كمان مدرب عظيم بشخصية وبعقلية مختلفة تماما، أيضا تليق بالنادي الأهلي وبطموحاته في المستقبل. تأكيد الفرحة عظيمة وفرحة كبيرة، وخاصة أن أنت خدت كل سبل النجاح، جبت سكواد قوي، لعيبة كويسين، كمان جبت مدير فني رائع أوجاستي عشان يقود الفريق. حققنا بطولة الجمهورية، ودلوقتي أو النهاردة بنحقق البطولة العربية، ودي مش آخر البطولات إن شاء الله. زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، والحقيقة الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل كانوا داعمين بشكل كبير جدا لألعاب الصلاة. النهاردة ده جزء من التتويج لمجهود كبير جدا بذله مجلس إدارة النادي الأهلي. فرحة جميلة، الفرحة حلوة، خاصة لما تكون فعلا بذلت مجهود من أجل تكوين الفريق ده، فربنا يكلل مجهودك ده بنجاحات كبيرة. وبتكسب الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي على صالته، ده أعتقد فريق قوي جدا وأسطوري فريق الاتحاد السكندري. أنت النهاردة قادر تحقق الفوز وقاعد مرتاح للفوز، والنهاردة كمان في النهائي برغم أن فريق الكويت الكويتي من الفرق القوية جدا، ولكن أبطال النادي الأهلي النهاردة أسعدونا وكللوا مجهود مجلس الإدارة باختيار جهاز فني واختيار لاعبين قادرين على حصد البطولات إن شاء الله. زي ما قال الكابتن محمود الخطيب إن دي مش هتكون آخر البطولات، بل دي مجرد بداية لفريق كرة السلة في النادي الأهلي. بتكسب الاتحاد على صالته ووسط جمهوره، يعني كانت مباراة صعبة. وأنا هممني جدا أتكلم في شخصية الفريق اللي بتتغير مع أوجاستي، وده كان واضح جدا. عقلية اللاعبين، فريق زي الاتحاد نفسيا متفوق عليك في الفترات الأخيرة، إزاي قدرت تتفوق عليه وإن أنت توصل إنك تلعب معاه ال5 دقايق؟ كان موضوع صعب جدا، وتحس إن الجيم خلاص هيهرب منك، ولكن هنا بتيجي بصمة المدير الفني اللي حاول يعيد للاعبين ثقتهم في نفسهم وكمان تدخلاته الفنية. النهاردة أنا عايز أقول إن أنا متفق جدا إن الشوط الثالث كان من أفضل الأشواط اللي شاهدناها لفريق السلة على مر تاريخه. إزاي أنت قدرت توصل لفارق 14 نقطة، وكمان الذكاء بتاع أوجاستي في أن الكوارتر الأول والتاني يقدر يعمل روتيشن، بحيث أنت لما تنزل الكوارتر الثالث بقوتك الضربة تقدر تفرق بالشكل ده. وهو مدير فني يجيد استغلال أدواته، حتى في لقاءاته بعد المباراة كان أول حاجة بيتكلم فيها هي فكرة أنه بكرة من بيبدأ يفكر
في دوري المرتبط، ودي شخصية مدير الفني للنادي الأهلي اللي شبهنا يا أسامة، لما بيفكر بفكرة إن لا مش هتقف على ده، لازم تغير بقى تفكيرك وتعرف إن أنت مش بطولة هتقف عندها أبدا. بالتأكيد يا فارس، وهو للأمانة يعني كنت أنا قاعد طبعا مع نجومنا في الاستوديو التحليلي بعد المباراة، كانوا بيتكلموا عن لقاءات شخصية بينهم وبين أوجاستي، فقالوا له من أول يوم دخل فيه النادي الأهلي إن أنت هنا هتستشعر إن أنت في بيتك، أسبوع واحد فقط في النادي الأهلي واجههم أوجاستي وقال لهم كلامكم صحيح، أنا هنا فعلا حاسس إن أنا في بيتي جوه النادي الأهلي. ده كان تصريح أوجاستي، وبالتأكيد لما يكون المدير الفني مرتاح وحاسس إن هو في بيته بالتأكيد بيكون دي عوامل بتساعده على النجاح. النهارده البطولة العربية وإن شاء الله يعني إيهاب أمين بصراحة يا جماعة اللعيب الممتع اللي هو السوبر ماريو إيهاب أمين، طبعا كل نجوم السلة يعني حاجة عظيمة جدا، ولكن إيهاب أمين اللاعب الممتع في أدائه اللي بيمتع كرة سلة بقى، هو حريف كرة سلة، يستحق إيهاب أمين إن هو يكون أفضل جناح في البطولة وكمان أفضل لاعب في البطولة. والنهارده بصراحة من أفضل مبارياته، ويمكن مباراة الاتحاد في آخر الوقت توتر أعصابنا بكذا كرة، ولكن النهارده كان موفق بشكل كبير جدا وكان أداؤه عالي جدا، أداء ممتع تستمتع بإيهاب أمين. ألف مبروك إيهاب أمين طبعا حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة وأفضل جناح في البطولة، واللي ما عندوش إيهاب أمين بالتأكيد كان هيبات الليلة حزين. ألف مبروك للاعبي النادي الأهلي. إيهاب أمين أنا عايز أقول إن النهاردة نال شرف نادرا ما لاعب في ألعاب الصالات يناله. أولا بشكر المعلق أشرف سمارة، شيء عظيم وشيء ممتع، وبجد استمتعنا بالمباراة معاه وقدم شيء مختلف، ولكن وقفت عند تشبيهه لإيهاب أمين بالكابتن محمود الخطيب، وقال له أنت حريف زي كابتن محمود الخطيب اللي في 1983 كان أفضل لاعب في أفريقيا، وعشان أنت حريف موجود في نادي رئيسه حريف كان لازم يكون في التحفة الفنية دي وتتوج بالجوائز الفردية دي. إيهاب أمين قدم مباراة مختلفة وكمان ادى قيمة وشكل مختلف، كمان بشيد باللاعب أحمد حمدي اللي مع أوجاستي نسخة مميزة جدا جدا جدا، وكمان قدم فعلا لقطات فرقت مع النادي الأهلي فنيا. كل اللاعبين عملوا ما في وسعهم عشان يفرحوا جمهور النادي الأهلي مع مدرب عارف يعني ايه النادي الأهلي، ولكن إيهاب أمين يستحق التحية. حتى سيف سمير قدم بطولة مختلفة زهران تماما، واللعيبة كلهم أجادوا، وتومسون طبعا أجاد بشكل كبير جدا، وده اللي خلى جماهير النادي الأهلي النهاردة بتتفاعل عشان يكون هاشتاج الأهلي أبطال العرب ترند على تويتر ويحتل المركز الثاني حاليا. وطبعا من خلال الأهلي خط أحمر هنستعرض تويتات لجماهير النادي الأهلي على هاشتاج الأهلي أبطال العرب، طبعا تابعونا وإن شاء الله هنستعرض تويتاتكم، لأن ده فعلا حدث تاريخي إن أنت وصلت للنهائي ده 3 مرات وكانت البطولة مستعصية عليك. النهاردة البطولة راحت لآمرها، وبالتأكيد بطولة سعيدة جدا لجماهير النادي الأهلي، فألف مبروك يا فارس. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي. وكان السؤال مين هو في رأيك نجم البطولة؟ يمكن شفت أسامة كتب إيه وأنا كتبت إيه، إحنا الاثنين مشتركين في إن إحنا بنرى إن هو أوجوستي، والأهلي أبطال العرب بقى ترند رقم واحد، هو ده الكلام، ترند رقم واحد على مصر في ليلة نستحق إن إحنا كأهلاوية نهتم بيها، مش لمجرد التتويج، ولكن عشان زي ما بقول لكم ان هي تكون بداية في ان النادي الاهلي في كرة السلة يكون بعقلية وشخصية النادي الاهلي اللي احنا عارفينها في كل الالعاب. كابتن محمود الخطيب كان حريص النهاردة ان هو يهنئ فريق السلة، اكد الكابتن محمود الخطيب أشاد بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني والسلوكي خلال مشوار البطولة التي حقق فيها الأهلي الفوز في جميع مبارياته والتتويج باللقب بعد الفوز على فريق الكويت الكويتي، وأشار رئيس النادي الأهلي إلى أن الفوز بالبطولة العربية هو مجرد بداية، وده اللي بنقول لكم عليه وده رهنا كلنا.
ويحمل اللاعبين والجهاز الفني مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم في المرحلة المقبلة للتتويج بمزيد من البطولات. ده حلمنا كلنا المشروع واللي يمتلك النادي الأهلي القدرات والإمكانيات انه يحققه اكيد. كده فارس الخبر الثاني عندنا يمكن انا استعرضته واتكلمت عن ان إيهاب أمين افضل شوتينج جارد في البطولة وكمان افضل لاعب في البطولة يستحق بالتأكيد وتتويج لمجهوده خلال البطولة. يمكن كمان من ضمن النجوم اللي كان يعني عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي هو احمد حمدي. كل اللاعبين بمنتهى الامانه اجادوا، لكن احنا دايما يعني بنختص اللاعبين اللي هم في تفاعل مع الجماهير بشكل او باخر، ونتمنى من التفاعل مع الجماهير زملائنا في الاعداد يحضروا تويتات نقدر برضو نعرضها لجماهير النادي الاهلي في ليله تتويج النادي الاهلي بالبطوله العربيه لكره السله لاول مره في تاريخه. حدث مهم جدا جدا. هتتعرض معانا يا اسامه، لان زي ما اللاعبين فرحانين احنا بيهم، جمهور النادي الاهلي اللي مخلينا حاليا الترند رقم واحد في مصر يستحق كمان ان احنا نعرض رايه ونشاركه. هنا جمهور النادي الاهلي بيقول نجم البطوله العربيه هو كابتن محمود الخطيب لانه اتى بافضل صفقه اوجاستي. ومعانا التويته الثانيه يا اسامه رقم 22 مايكل، كل الاهلاويه بيشيدوا بيه، المدرب بيتكلم عن تومسون، بيتكلم عن تومسون ومصطفى رقم 22 المدرب العظيم اللي بيفهم ويقرا التفاصيل الصغيره ويلعب عليها ويحسمها بفكر واداء وبينفذ وبتنفيذ عالي في كل لعبه. رزق ده اللي بيتكلم عن مدرب رزق يعني. شكرا جوستي وكل الدعم لك في الفتره القادمه والمزيد من النجاحات والانجازات والبطولات. هل معانا تويتات ثانيه؟ من حق اوجوستي، من حقك يا جوستي. تحول ملحوظ لسلة الأهلي في خلال 3 شهور، بطولة الجمهورية والبطولة العربية الأسباني الأنيق، ده اللي قاله ياسر. كمان معانا إسراء قالت كلهم نجوم، محدش قصر وروح عالية، أوجوستي خلال خلانا نشوف إمكانيات لعيبة موهوبة الحمد لله. أيمن الأهلاوي، أيمن الأهلاوي بيقول شكرا كابتن الخطيب على اختيارك لهذا الرجل، بداية الإصلاح، بطولة مهمة جدا ليست عشان أول بطولة عربية في تاريخ النادي لكن بداية حصد البطولات بإذن الله. ده متفق عليه تقريبا جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا حسين أبو قاسم، لا أبو كداها معرفش اسمه إيه كده، ملوك السلة رجعوا احتلوها. وعندنا يوسف بيقول برضو إحنا ملوك السلة في مصر، الأهلي أبطال عرب، إحنا ملوك السلة في مصر او في البطوله العربيه الان، ولكن احنا دايما حريصين ان احنا نكون الاول فعلا بالبطولات. فريق الاتحاد في مصر هو الاول بعدد البطولات، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي في خلال فتره وجيزه يقدر للمركز اللي النادي الاهلي دايما بيتواجد فيه هو المركز الاول، لكن النهارده احنا ملوك السله في كل الوطن العربي بتحقيق رجال السله البطوله العربيه. يمكن كنا كلمناكوا هنا كان نقاش دار بيني وبين اسامه ان في العاب الصالات سهل جدا ان انت تقرب وتعوض الفوارق لو انت اشتغلت صح، وده اللي احنا شفناه. طبعا معانا مجموعه من اللقاءات اللي لازم تستمتعوا بيها، اللاعبين اللي فرحونا هم نجوم المشهد النهارده، هم اللي اكيد انتوا عايزين تتفرجوا عليهم وتسمعوهم. نطلع ونشوف نجمنا المراسل فاروق صلاح وهو معاه مجموعه من نجوم النادي الاهلي. طبعا بينضم لنا في هذه الاثناء كابتننا الكبير الكابتن رؤوف عبد القادر. كابتن رؤوف مبروك، مليون مبروك، مجهود كبير، فرقه اتعمل لها احلال وتجديد، دور كبير جدا قمتوا بيه، دور كبير للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي النهارده، خطوه من الخطوات على الطريق الصحيح بالفوز بالبطوله العربيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. الحمد لله، ببارك لجماهير النادي الاهلي كلها، مجلس اداره النادي والجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين. الأهم من الإنجاز إن أعتقد إن بشهادة الجميع سواء في بطولة منطقة القاهرة أو البطولة العربية بقى في ثبات لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، جهاز فني على مستوى عالي، لعيبة من خيرة اللاعبين الموجودين على الساحة. بتمنى بإذن الله تكون بداية موسم جيد نعوض جماهير النادي الأهلي عن الموسم الماضي. أنا عارف إن دور كبير جدا بذلتوه، دور مجلس إدارة النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب كان معانا في كل الظروف في كل الأوقات، أعتقد في الوقت الصعب قبل وقت الفرح، أعتقد النهارده كلنا بنقول للكابتن محمود الخطيب ربنا يديك الصحة ومتشكرين، ودور كبير جدا وجماهير النادي الأهلي أكيد لمس هذا المجهود.
يعني هو الحقيقه متابعه كابتن خطيب يعني عودته من الامارات امبارح ومشاهدته للمباراه بتاعه منتخب مصر امبارح عشان يرجع القاهره النهارده الصبح عشان اجتماع مجلس الاداره الساعه 12 الظهريه، وبعد اجتماع مجلس الاداره يجي هنا صاله برج العرب تاني وبصحبته معظم اعضاء مجلس الاداره. ده بيعكس اهتمام مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن الخطيب بالالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه عموما، وخاصه ان عايز اقول هذا الفريق لولا الدعم الكامل من مجلس اداره النادي بالتعاقد مع جهاز فني كفء وعالي، وفي نفس الوقت كل احتياجاته بيتم تلبيتها من اللاعبين اللي يعني احنا ابتدينا نبني من الموسم اللي قبل اللي فات، ابتداء من ايهاب امين، بعد كده عمرو الجندي وعمر طارق، والسنه دي عمر من نادي سموحه. يعني التدعيمات جت على اكتر من سنه وختمناها بالجهاز الفني الكفء اللي هو موجود معانا، فالف مبروك لجماهير النادي الاهلي. مليون مبروك يا كابتن رؤوف، ومليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. شكرا والف مبروك. واحد من اساطير النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي وواحد من الجنود المجهوله في النادي الاهلي، كابتننا الكبير الكابتن طارق الغنام المدير الاداري لفريق الباسكت بالنادي الاهلي. كابتن طارق مليون مبروك، فرحه كبيره جدا، بطوله بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي لاول مره في تاريخ النادي الاهلي البطوله العربيه، مجهود كبير جدا على مدار البطوله ومجهود ليكم كجهاز فني النهارده بيكلل بالانتصار والفوز بالبطوله. طبعا بطوله عربيه اولى للنادي الاهلي تضاف الى بطولات النادي الاهلي. بشكر ربنا الحمد لله جدا جدا، بشكر اللعيبه الرجاله فعلا قد المسؤوليه، يعني بقول لهم ان شاء الله مزيد بالبطولات باذن الله والتوفيق باذن الله رب العالمين. كابتن طارق، فريق اتعمل له احلال وتجديد على مدار الموسمين، دعمته بعناصر شابه، اعتمدته على ابناء قطاع الناشئين اللي كتير منهم اتدرب تحت ايد كباتننا موجودين في الاستوديو التحليلي، النهارده بتجنوا ثمار هذا مع دعم من مجلس اداره النادي الاهلي، مع شغل فني اللي عامله المدير الفني، شفنا النادي الاهلي شرس دفاعيا، شفنا الروتيشن اللي اتعمل في الكوارتر الاول والكوارتر الثاني. طبعا اي حاجه اي مكسب بيبقى وراه حاجات كتير قوي وشغل كتير قوي، ومهما اتكلمت ومهما قلت مين ومين كل بيبقى دور، كل واحد ليه دور، والصراحه احنا كان ناقصنا شويه حاجات قدرنا نكملها. وطبعا موضوع اللعيبه الناشئين ده مهم جدا بالنسبه لنا، لانها اضافه بتضيف لناديك وبتضيف لربنا يكرمهم ويضيفوا لنفسهم ولدولابهم بطولات اكتر من كده. وطبعا بشكر كابتن اوجستي او كوتش اوجستي، صراحه يعني فعلا مدرب قامه الواحد يمكن ما تعملش معاه بقاله يعني هي فتره قريبه، بس صراحه مدرب يعني فكر جديد مش متعودين عليه، بس صراحه مش عايز اقول الحمد لله مبروك يعني. ويعني انا بقالي كتير في النادي الاهلي صراحه، في حاجات كده كنت دايما بتبقى مش موجوده عندنا بس شفتها الفتره دي صراحه، وبشكر اللعيبه كلها، اللعيبه رجاله رجاله رجاله، واول مره اشوف اصرار على الفوز من اول ماتش، ونكران للذات كان عندنا مشكله في الحاجات دي، بس الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا. عايز اختم معاك لان انا عاجبني انت بتتكلم من كلام من القلب، قلت عندنا اخطاء عندنا حاجات، كواحد من ابناء النادي بتتكلم من القلب واكيد الجمهور لامس هذا الامر والجمهور مقدر هذا ده يا كابتن طارق. اكيد انا يعني يمكن لعبت في النادي كتير ومش هقول ان احنا طول عمرنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط، لا اكيد في صح وفي غلط بنصحح، ورب اذا ما كانش ربنا اراد وما ضفتش كلاعب ربنا يكرمنا ونضيف كاداريين او كجهاز اداري او كمديرين فنيين ايا كان، المهم نخدم النادي الاهلي تحت اي ظرف، ودي اهم حاجه الحمد لله رب العالمين. ملك من ملوك الثلاثيات النهارده قص الشبكه الكابتن عمر عزب، خليني ابارك لك الوافد الجديد للنادي الاهلي، ابارك لك الاول على الميداليه بتاعت الثلاثيات، ميداليه البطوله، بطوله بتضاف ليك، وادي يعني الحب ده مش من فراغ، وهي دي روح النادي الاهلي، اللعيبه مع بعضها هو ده بيكون بدايه الطريق للوصول النهارده للتتويج. طبعا انا بحب اشكر كل زملائي على التعب اللي احنا تعبناه، طبعا ربنا الحمد لله بارك لنا في الاخر، تعبنا والبطوله كانت صعبه جدا، بطوله طويله، بطوله اقوى بطوله عربيه اتلعبت تقريبا، اكتر فرق الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا قدرنا ناخد البطوله الحمد لله. النهارده الفتره الاولى والفتره الثانيه، وادي بقى دي كاس البطوله كده، كاس البطوله معانا اعتقد عمر كاس بيدخل دولاب بطولات النادي الاهلي لاول مره في تاريخ النادي الاهلي، كواحد من اللاعبين بتضاف في انجازاتك اكيد لحظه من اللحظات السعيده بالنسبه لك النهارده. ودي طبعا اول بطوله ليا مع النادي الاهلي، بطوله غاليه جدا، بطوله يعني تعبنا فيها الحمد لله، ربنا كرمنا الحمد لله، طبعا مبسوط جدا بالبطوله ان هي اول بطوله مع النادي الاهلي ومش اخر بطوله ان شاء الله، ربنا يكرمنا في بطولات كتير ان شاء الله.
من الامور المهمه جدا الجميع بيركز على ارض الملعب، لكن بره الملعب الروح اللي بينكم، اوضه اللبس ودوركم ودور اللعيبه الكبار في النادي الاهلي، مش عايز استثنى احد، بس هو ده النادي الاهلي. هو دي طبعا دي روح الفرقه، دي روح البطوله، كلنا ايد واحده، كلنا يعني بنتعبنا، كلنا ايد واحده، كله بيشجع بعض، هي دي روح البطوله، هي دي فرقه البطوله، دي اول مره الروح دي موجوده، يعني ان شاء الله هي دي يعني تخلينا ناخد بطوله كبيره ان شاء الله. مستر اوجوستي واحد من المدربين اللي بيشتغل على الثلاثيات قوي، وانت واحد من اللاعبين اللي بينفذ الامر دوت، انا يعني متابعين الامر وعارفين، كلمني بقى عن الحته دي بالتحديد. لا هو طبعا ده توفيق عند ربنا، يعني هو كابتن اوجوستي طبعا بيدينا الثقه، ومدرب كبير جدا، مدرب ذكي جدا، انا بصراحه فخور ان بتمرن يعني تحتيه، هو مدرب بيساعدنا بيثق فينا، ف 3 بوينت شوت دي بتبقى حاجه يعني ثقه منه، فهو بيدينا الاوبشن واحنا دي توفيق عند ربنا في الاخر. لقاءات مهمه طبعا مع زميلنا فاروق صلاح ونجوم النادي الاهلي. توقفت عند كلمه الكابتن طارق الغنام وهو بيقول انا بقالي في النادي الاهلي سنين كتير قوي في اللعبه. طبعا الكابتن طارق الغنام احد اساطير اللعبه مش في النادي الاهلي فقط لا غير في مصر، بيقول لكن اللي شفته في الفتره دي أنا ما مرش عليها قبل كده، وبالتالي بيشكر المنظومة بشكل كبير جدا، وهي دي سمة الناجح وسمة النادي الأهلي. يمكن كمان استبعاد كابتن مودي الجرحي لقطة برضو لازم نقف عندها، كان خارج ال 12 المشاركين في البطولة، ولكن الكابتن مودي الجرحي بصفته كابتن الفريق هو اللي استلم كأس البطولة، هو ده النادي الأهلي وهي دي روح البطولة في النادي الأهلي اللي دايما بنتمنى إنها تستمر في كل الألعاب مش في كرة القدم فقط لا غير. لا مهم جدا كمان أن روح كرة القدم زي ما هي موجودة في كرة الطائرة تروح لكرة اليد وكرة السلة. بالتوفيق للنادي الأهلي دائما، نشوفكم إن شاء الله بعد الفاصل، والأهلي خط أحمر اوعى تروحوا في أي حاجة. رجعنا لكم في ليلة جمهور النادي الأهلي سعيد فيها، ولكن عندنا تفاصيل كتير أكيد من بينها أن النادي الأهلي إن شاء الله في طريقه أن هو يدعو لانتخابات مجلس الإدارة لأربع سنوات جديدة. الدعوة متوقع أنها تكون ما بين 25 ل 26 نوفمبر لانعقاد الجمعية العمومية على يومين لاختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لدورة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله الأهلي هيختار غدا إن شاء الله 10 أكتوبر الجهة الإدارية، ويوم 15 أكتوبر هيتم الإعلان في الجريدة الرسمية، ومن يوم 16 أكتوبر ولمدة أسبوع هيبدأ النادي الأهلي في تلقي الترشيحات للانتخابات عن أربع سنوات مقبلة إن شاء الله. كل التوفيق، كل التوفيق للنادي الأهلي، وطبعا كل التوفيق لأعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يحقق ويلبي طموحات كل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله يا أسامة بإذن الله الجمعية العمومية توفق في اختياراتها، ونتمنى إن شاء الله أن نشوف النادي الأهلي في صورته الجميلة دائما أبدا. لكن عندنا شيء لا يمكن أبدا نتجاهله، وهو انتصار منتخبنا الوطني الحمد لله على منتخب ليبيا في مباراة أنا بشوف أن هي كانت تبدو في الملعب أصعب من اللي مفترض كانت تكون عليه. قدرنا نكسب بنتيجة 1-0 بهدف في قدرات فردية من عمر مرموش، اللاعب اللي قدم شخصية بالنسبة لي كانت مبهرة جدا. لاعب كابتن شوقي غريب ما بيضموش، وبيكون عنده الإصرار ان هو يكون موجود مع المنتخب، وبيكون نجم المنتخب في مباراة فيها محمد صلاح ونجوم آخرين. بصوا يمكن موضوع كابتن شوقي غريب، يمكن الكابتن وائل رياض امبارح على الاكونت الشخصي بتاعه نزل جواب رفض من النادي بانضمامه للمنتخب الاولمبي، فمش عارفين مدى صدق المعلومه والجواب، ولكن ده اللي عمله الكابتن وائل رياض شيتوس اللي كان طبعا في احد اعضاء الجهاز الفني مع الكابتن شوقي غريب. لكن في النهايه دي اول مباراه رسميه لعمر مرموش، من وجهه نظري الاختيار ده بالتاكيد الكريدت كله بيروح لكروش اللي هو راهن عليه. فكرة انك تحط ريسك على لاعب لأول مرة يمثل منتخب مصر في مباراة مهمة زي دي وأول مباراة ليك كمدير فني، فبالتأكيد ده ريسك كبير جدا، والأخطر ان الريسك كان هيبقى على عمر مرموش نفسه. اللاعب ده لو لم يمتلك شخصية قوية كان ممكن بشكل كبير جدا يدفع ضريبة المراهنة عليه في بداية المباراة، ولكن قدر خلال الشوط الثاني ان هو يعني لحظة تجلى فيها قدر يسدد تصويبه صاروخيه يسجل هدف، فبيثبت اقدامه مع منتخب مصر. في مدارس كانت بتميل لفكره لما يكون لاعب عندك لسه جديد تبدا تدخله بشكل تدريجي، لكن كروش راهن عليه
ولازم نقول ان هو كسب الرهان بكل تاكيد. كل امنياتنا لمنتخب مصر في المباراه المقبله اللي هتكون برضو صعبه وعلى ارض بني غازي، وبالتاكيد انت حاليا متصدر المجموعه، ولكن مهم جدا انك على الاقل تخرج بنقطه من هناك. البعض هيتكلم عن الاداء، وربما يكون الاداء مش لاقي بعض استحسان عند بعض جماهير الكره المصريه، ولكن ده طبيعي جدا لمدير فني اول مباراه. كل الدعم للجهاز الفني، كل الدعم لمنتخب مصر، بالتاكيد ان مع النتائج ومع الوقت هنشوف اداء وهنشوف نتائج. انا عندي ثقه تامه ان شاء الله ان المنتخب ده باذن الله هيكون في كاس العالم. ان شاء الله نتمنى باذن الله منتخبنا يكون في كاس العالم، ولكن انا عندي بعض التخوف ان منتخب ليبيا رغم عدد النقاط اللي كان حاصل عليها، ولكن منتخب ما عنده مشاكل في انتظام الدوري، لاعبين فنيين مميزين على المستوى الفردي، ولكن برضو جماعيا كنت شايف عندهم مشكلة، كان نقدر نظهر بشكل أفضل. افتقدنا أكيد شريف وقفشة، كانوا لاعبين مهمين جدا، أي حد حل المباراة كان شايف أن كانوا يقدروا يضيفوا المنتخب مصر بشكل كبير. عايز أتكلم عن اتنين لاعبين، مش قصة أنهم بينتموا للأهلي أسامة، ولكن أنا شفت فعلا أنه يستحقوا وقف. أكرم توفيق اللي بشوف أنه هو لاعب يقدر يدي سنين في المركز ده، ومن البداية أنا كرهاني أن أكرم توفيق يقدر يكون باك يمين مصر والنادي الاهلي لسنوات، لانه عنده القدرات الفنيه والبدنيه اللي تؤهله لده. كمان عمرو السوليه ظاهره بالنسبه لي في حاجه، لما تيجي تتكلم عن اي لاعب، وانا اعني اي لاعب يمكن باستثناء طبعا جماهيريه صلاح وارقامه، ولكن تعالى بعد كده لاي لاعب عشان تتكلم هتلاقي حد في مركزه ان ما كانش بيساويه ممكن بيتفوق عليه احيانا او اقل منه. عمرو السوليه في مصر هتيجي تقول مين غير عمرو السوليه في رقم 8؟ هتقف، هتلاقي دماغك ما بتساعدكش ان انت تقول لعيب تاني. عشان كده يا جماعه لازم نقدر ان عمرو السوليه لاعب في النادي الاهلي وفي منتخب مصر بيبذل ادوار مهمه جدا جدا جدا. بالتاكيد عمرو السوليه هو مسطره مركز 8 في مصر. عمرو السوليه امبارح الاكثر استخلاصا للكره 14 استخلاص، ويلي محمد النني 13 استخلاص، وده بيؤكد ان امبارح كان كروش بيلعب بدبل 8، الاثنين يكون عندهم قدرات هجوميه. يمكن النني كان بيزيد شويه عن عمرو السوليه، ولكن قدروا الاثنين يوفروا الاستحواذ لمنتخب مصر اللي وصل ل 65%، ولو كان في صانع العاب في حالته يمكن عبد الله السعيد كان بعيد تماما عن كل مستويات صانع اللعب، وكان بدنيا مرهق بشكل كبير جدا، فكان ممكن يكون في اضافه هجوميه افضل من كده. ولكن بالتاكيد اذا قلنا عبد الله السعيد كان في فتره نهايه الدوري مع فريق بيراميدز عامل اداء كبير جدا، ولكن مع منتخب مصر بيتم طرح العديد من التساؤلات، وده بالتاكيد يعني نتمنى يكون ارهاق ويكون جاهز للمباراه الجايه، لان عبد الله السعيد قيمه في منتخب مصر. ويمكن كيروش لما حصل تغيير ادانا انطباع ان وارد جدا نشوف ثلاثه في وسط الملعب في مباراه ليبيا، والاستعانه بطارق حامد كتالت او حمدي فتحي حسب وجهه نظر المدير الفني. لكن الحقيقه كان نجم المباراه بالامس حتى في مراوغاته هو عمر مرموش، عمل 7 مراوغات ناجحه من اصل 11 مراوغه، ودي بتقول لك يعني ايه لاعب واثق في نفسه. ولكن كان في رقم سلبي الكابتن محمد صلاح، يعني المفترض ان يكون يتخطى، لان امبارح 47 كره او تمريره خرجت من رجل الكابتن محمد صلاح، 16 تمريره كان فيها اخطاء. يمكن بعض التمريرات بيكون فيها ريسك عالي فمعدل او احتماليه الخطا كبيره جدا، لكن ده رقم كبير جدا بالنسبه للكابتن محمد صلاح. ايضا رقم مصطفى محمد يمكن وصلت له كره 32 مره، ولكن ان كان هو افضل في فكره المحاولات على المرمى 4 محاولات اون تارجت، ولكن كل المحاولات بأهداف متوقعة تتخطى الهدف ما قدرش يسجل، برغم أن عمر مرموش سجل من 21% أهداف متوقعة، وده بيقول لك يعني إيه ده لاعب واثق من نفسه. يمكن دي كمان يا فارس أرقام أو إحصائيات المباراة، دي أرقام المباراة بشكل عام كان منتخب مصر فيها على المستوى الهجومي. أكيد كان عنده أرقام كان ممكن تنعكس بأهداف أكتر، لأن عدد المحاولات لمنتخب مصر كان 14 محاولة منهم 7 اون تارجت، كانت الأهداف المتوقعة تزيد عن هدف ونصف، يعني تقدر توصل لهدفين، ولكن سجلنا هدف واحد. أعتقد كمان كابتن محمد صلاح تحديدا هيعاني كتير جدا في المباريات اللي مع المنتخب، نتيجة أن كتير جدا من المنتخبات، أنا كنت بشوف الخريطة الحرارية لكابتن محمد صلاح، لا مختلفة تماما عن ليفربول.
المساحات مختلفة. أكيد مهما كنت بتلعب في البريمير ليج حتى لو أنت محمد صلاح كريستيانو رونالدو بيكون في أدوات تانية كتير في الفرق دي ايضا الفرق بتركز عليها. انت بتشوف ساديو ماني بيتحرك ازاي، فيرمينو، غيرهم لعيبه كتير جدا. يمكن في منتخب مصر الوضع كان مختلف، التكتل الدفاعي على محمد صلاح بيكاد يكون مرعب حرفيا يا اسامه. بص ده يوصلنا لفكره عوامل نجاح محمد صلاح مع المنتخب، هي توفير اجواء شبيهه الى حد بعيد من الاجواء اللي معتاد عليها مع ليفربول. دايما هتلاقي مركز 8 في ليفربول هندرسون بيميل دايما وبيحصل التبادل وبيفتح يطلع في مركز الجناح فبيدخل محمد صلاح تبعا لتحركات فيرمينيو راس الحربة اللي هو مش التارجت مان. فيرمينيو من أفضل اللعيبة في العالم اللي بتقدر تخلي مساحات للأجنحة وتخلي مساحات دي بطريقة إن هو بيختار تحركات بتكون زاوية التمرير متاحة من اللاعب حامل الكرة ليه، فبالتالي بياخد معاه مدافعين المنافس. الأهم المساحة اللي بيخليها بتكون في منطقة خطرة ليدخل فيها محمد صلاح أو أي لاعب من لاعبي ليفربول. فبالتالي احنا محتاجين دايما ان يكون في رقم 8 بيميل شوية عند محمد صلاح ورأس الحربة المتحرك اللي بيقدر بتحركاته الذكية الواعية يخلق مساحات. لو جينا اتكلمنا عن أفضل تقدر تعمل ده هنلاقيها في محمد شريف. محمد شريف هو قادر بتحركات ذكية انه يخلق مساحات لمحمد صلاح او للعيبه رقم 8 والاجنحه. فبالتالي انا شايف من وجهه نظري ان دور محمد شريف هيكون مهم جدا في ان يكون في مساحات في الفرق المنافسه لمحمد صلاح. فبالتالي ان شاء الله مع اضافه محمد شريف واضافه محمد مجدي قفشه ووصول اللعيبه لفورمه عاليه وتجانس مع بعض، انا بشوف ان منتخب مصر هيقدم كره مختلفه ان شاء الله. بس مش عاوزين نستعجل على الجهاز الفني ويكون احكامنا دايما احكام موضوعيه. انا متفق معاك جدا في حاجه اللي انت اتكلمت فيها اسامه، فكره الازاحه لخلق المساحه. هنا في حاجه محمد شريف اكتر لاعب هو بيخدم ده، على العكس مصطفى محمد نتمنى له التوفيق ولكن في مباريات مختلفه هو اكتر مهاجم ممكن ما يخدمش طريقه لعب محمد صلاح، هو التارجت سترايكر او الاسترايكر اللي طول الوقت جوه البوكس زي ما مصطفى محمد بيلعب. ولكن هنشوف اكيد مع الوقت شكل مختلف لمنتخبنا. زي ما قلنا كيروش مع الوقت اكيد هيكون له تجارب هيعيد تقييمه للاعبين فيها، كل ده بيحصل مع مدربين كتير على مستوى العالم. لكن عندنا كمان حد يستحق وقفه لانه هو طول الوقت بيقدم اكتر من اللي متوقع او اكتر من اللي مطلوب منه، ودي نوعيه قليله قوي من اللاعبين، منهم اكيد محمد الشناوي بتصدياته اللي شفناها امبارح. التصديات، الحارس اللي طول الوقت بيطمنك، طول الوقت محسسك ان هو عنده القرار وعنده التوقيت، دول اكتر حاجتين عند حارس المرمى. ممكن يكون انت جيد في حته التوقيت بس ما عندكش القرار، او العكس جيد في القرار ولكن بتاخد التوقيت متاخر، فبالتالي القرار مع التوقيت ما بيأدوش ان انت تقدر تنقذ الاهداف. دي الصور يا اسامه معانا لانقاذ محمد الشناوي وتدخلاته في المباراه بالامس. انا عايز اتكلم عن محمد الشناوي اللي انا راهنت عليه بشكل كبير هنا، يمكن انا راهنت عليه في ريسك، بس انا عايز الصوره دي مهمه جدا، فكره التركيز وفكره على طريقه حراس الهاندبول. محمد الشناوي موجود في مكان مهم جدا، واقف على مشط رجليه، كل الامكانيات المتوفره للحارس الممتاز عملها امبارح محمد الشناوي في الكره دي، الكره اللي حط مكان او تمركزه بشكل صحيح جدا، ان عمل قاعده مثلث بين الكره وبين القائمين وقدر يقف في مكان يمنع الكره، وده دور مهم جدا على سرعه رد الفعل، فكره التركيز، اختيار كمان التوقيت. الاهم من كل ده ان هو لما تعامل مع الكره برجله كمان كان التوفيق معاه، وده اللي انا اتمناه ان يكون التوفيق مع الكابتن محمد الشناوي الفترة المقبلة، لأن هو بالتأكيد هيبذل مجهود كبير في فكرة التركيز، لأن الكابتن محمد الشناوي زي ما قلت راهنت عليه هنا وما زلت براهن عليه إنه قادر إن هو يصنع تاريخ كبير كبير إضافة للتاريخ اللي صنعه مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر كأفضل لاعب أو أفضل لاعب في كأس العالم، في مباراة في كأس العالم بإذن الله، وكمان أفضل لاعب في أولمبياد طوكيو، يقدر بإذن الله يكون الحارس القادر على حراسة مرمى منتخب مصر
مرتين في كأس العالم عشان يكون متفرد الكابتن محمد الشناوي، فكان لازم نقف عندي، لأن دايما بوفون كان بيقول حارس مرمى الفرق الكبيرة ممكن تجيله كرة أو كرتين فقط لا غير في التسعين دقيقة، وبالتالي هو محتاج يكون مركز تماما التسعين دقيقة، لأن الحكم دايما هيكون على الكرة دي. محمد الشناوي بالتصدي ده حافظ على فرص منتخب مصر أن أنت تسجل هدف تفوز بالمباراة وتتصدر المجموعة. ما كانش ينفع أبدا نعدي لقطة الكابتن محمد الشناوي. التوقيت والقرار هم دول اللي بيطلعوا اللي انتوا شايفينه، غير كده كمان الشخصية، شخصية كابتن محمد الشناوي الفولاذية اللي لما كان في شكل من أشكال التراجع في المستوى واللي هي طبيعي، كنا بنتكلم في أن محمد الشناوي ما يزال ان هو في حتة مختلفة تماما، ولازم نعرف ان هو الحارس اللي لازم نحافظ عليه. ده انعكس، عشان كده النهاردة وصلنا لنقطة ان كابتن محمد الشناوي فعلا هو حارس مصر الاول بفارق كبير. بس البعض ما بيحاولش ان هو حتى يدي محمد الشناوي حقه، لا ده في مرحلة مهمة بيحاول يصدر ازمات مش بس الكابتن محمد الشناوي، اللي انا بقول لكم صدقوني شخصيته صلبة جدا، وكل الكلام ده قد لا يكون يشغله او يعني، ولكن ازاي انت بتفكر، ازاي انت بتتحرك كاعلام مع لاعبي المنتخب. تعالوا نطلع ونشوف الاستاذ عمرو الددير ازاي اتكلم عن كابتن محمد الشناوي وكواليس تخص المنتخب. معلوماتي ان طبعا في مشكله ما بين عصام الحضري والشناوي، ومعلوماتي ان المشكله دي على اثرها طلع خبر ان الشناوي مصاب ومش هيقدر يلعب، وتقريبا في كان في كلام ان عصام الحضري سبب المشكله، تقريبا ان عصام الحضري عايز يدفع ابو جبل اساسي في مباراه ليبيا، ودي سبب المشكله. هو الحضري هو اللي بيدفع، ده كيروش هو اللي بينصح، يعني هو اللي بيطلب مدرب الحراس اللي بيطلب. غريبة قوي. طب وليه يعني مدرب الحراس اللي بيطلب؟ لا ليه يعني هيدفع يعني طبعا احنا نتمنى كده. كابتن خالد انت حضرتك كمدرب حراس، هو مدرب حراس وعايز ياخد، عايز يلعب ابو جبل، ايه المشكله؟ بص معلش، طب ايه المشكله؟ طيب اقول لك ايه المشكله، اقول لك المشكله. انا دلوقتي عصام الحضري ده لو كان وهو بيلعب، لو كان حد قرب منه كان بيقلب مصر ويقلب الدنيا، انا لاعب وانا الحارس الاول لازم العب صح، حتى في الماتش الودي. تمام. طب انا عندي حارس هو نمره واحد في مصر دلوقتي اللي هو محمد الشناوي، وعندي ابو جبل. طب انت ليه بتقول ان الشناوي نمره واحد؟ ما يمكن مش نمره واحد. لا نمره واحد بان هو لاعب، مدرب حراس المرمى شايف انه مش واحد. عند مين؟ مدرب حراس المرمى نفسه شايف مش نمره هو واحد. هو قال مدرب الحراس شايف ليه؟ ما هو شايف كده رؤيته. مش ده كان زميله في كاس العالم وكان بيلعب عليه في كاس العالم؟ رؤيته يا كابتن انت هتغير رؤيته؟ رؤيه مدرب حراس المرمى ان الشناوي هو ابو جبل زي بعض رؤيته، فقال لك هدفع بدليل ان لاعب ابو جبل ودي فعايز يدفع بابو جبل. حصلت ازمه عادي جدا يعني وارد. لا بس ما اعتقدش بيقول لك ازمه في التمرين، هو هيشم على ظهر ايده انه هيلعب بابو جبل، يعني لازم ده في التمرين حصلت في التمرين، يبقى حاجه مشكله في التمرين مش مشكله على الدفع، ولا يمكن احساسه هو ان ان هو مش بلع مش بلعه. ايوه ماشي يعني الله على وعلي. طبعا ما نقدرش نحكم. مبدئيا كده بهدوء بقينا دلوقتي بنسمع هو مين اللي مسؤول عن اختيار حارس المرمى، مدرب الحراس ولا المدير الفني؟ هرجعكم بالذاكره 2018 و2019 كان بيكون فيه هجوم حاد جدا على الكابتن احمد ناجي، واتهامات بمجامله الكابتن محمد الشناوي بانه يكون حارس منتخب مصر. حاليا لما بيتقال مبدئيا الحضري هو اللي هيختار، فاتقال والحضري ماله ومال الاختيار ده اختيار كيروش. فبس بنذكركم ان الامور بتختلف تبعا لاختلاف الافراد رغم ان الموقف واحد، ده رقم واحد. رقم اتنين، الحديث عن فكره ان في ازمه في منتخب مصر بين مدرب حراس المرمى والحارس الاول في مصر، وكمان طرح ما هو في ذهن مدرب حراس المرمى وهو عصام الحضري انه شايف ان ابو جبل هو الحارس رقم واحد. منين المعلومة دي؟ الله أعلم. طيب تدخل بين أبو جبل وبين الشناوي، هل ده كان مقبول قبل مباراة مهمة لجهاز فني جديد؟ ده تساؤل بطرحه على حضراتكم، لكن كان الاختيار واضح جدا، والمباراة 90 دقيقة كان حارس مرمى منتخب مصر هو الكابتن محمد الشناوي، مع كامل احترامنا للكابتن أبو جبل، ولكن
الكل يعلم جيدا ان الحارس رقم واحد في مصر هو الكابتن محمد شناوي، فبلاش نوصل لفكره اننا نزرع ازمات بين حراس المرمى، خاصه ان احنا عندنا الكاميرا كانت موضحه بشكل كبير جدا يا فارس التعامل بين ابو جبل وبين محمد الشناوي. وهو ده اللي عايزين نقوله لما بقول لكم شخصيه الشناوي مختلفه، هي مش مختلفه ان هو حارس بس مميز، هو في علاقاته مع كل اللاعبين. وهنا حتى محمد ابو جبل بيتحط في حته، على فكره لو هو فاهم كويس جدا هو يعرف ان هو بيضره مش بيفيده، وبيحط عليه ضغوط وبيصدر له ازمات في المنتخب، وده مش حقيقي. كان العلاقه طيبه مش بس مع ابو جبل، كمان شفنا صوره مع كابتن عصام الحضري، هنا حتى رساله من كابتن عصام الحضري يمكن حب يوجهها، لان في كلام كتير اتطرح في الاعلام وفي اماكن كتير جدا، هو كمان حب يوجه رساله. وانا بقى عايز اوجه لكابتن عصام الحضري رساله من برنامجنا هنا، انت لازم تكون احرص واحد على كابتن محمد الشناوي، مش بس كابتن محمد الشناوي لا، وكابتن محمد ابو جبل وكل الحراس اللي معاك، لان هم ادواتك مش متنافسين معاك. دي العقليه اللي لازم نفكر بيها، دي الادوات بتاعتي مش متنافسين معايا. ولو قدر كابتن عصام الحضري يفكر بالعقليه دي ويفكر ان هو يديهم خبراته ويديهم حاجات كتيره جدا كان مميز بيها كحارس، مع ان هو يثقل نفسه داخل التجربه وهم كمان يساعدوه، هيحقق نجاح. لو فكر بشكل مختلف التجربه هتكون بتغير مسيرته التدريبيه لحته اقل. هنا الرساله لكابتن عصام الحضري، دي ادواتك اللي لازم تستفيد بيها. باختصار شديد كابتن عصام الحضري، حاليا انت لست في منافسه مع حراس مرمى منتخب مصر، فبالتالي نتمنى يكون التفكير بتفكير ورؤيه مدرب مش تفكير ورؤيه حارس سابق حقق انجازات. عشان كده دي كانت رساله مهمه، ومش محتاجين بعد كده اننا نشوف صورة تقبيل أو صورة هزار أو مداعبات، لأن في النهاية إحنا محتاجين يكون الأمر أهدى من أن يطلع تسريبات أو يطلع تصريحات أو يطلع حتى إشاعات عن أن في علاقة مختلفة أو علاقة ليست على ما يرام بين الكابتن عصام الحضري وأي حارس مرمى. دي فرصة جات لك لإسمك وتاريخك كحارس، أعتقد فرصة عظيمة جدا تكون لسه معتزل بقالك سنة، خبرات تدريبية مش كبيرة، وتكون في المكانة دي لمنتخب مصر، فبالتأكيد تقدر تصنع تاريخ كبير جدا لما تتصرف كمدرب حراس مرمى مش كحارس كبير. شوفكم بعد الفاصل والأهلي خط أحمر. ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر. ويمكن في ظل كده الأحداث وفي زحمة الأحداث بيجي البعض بيحاول يتكلم في حاجات، بس بيدي فرصة ان احنا نوضح من خلالها حقائق. كابتن محمد عبد الواحد لاعب نادي الزمالك كان ضيف في احد البرامج واتكلم عن الفار، وكان له رؤية خاصة بالفار. اولا احنا اتكلمنا في حلقة قبل كده ان الفار لا يضمن العدالة المطلقة، وشرحنا لكم ازاي، بس تعالوا ببساطة نسمع كابتن محمد عبد الواحد قال ايه ونرجع نقول لكم المشكلة فيه. شايف ان الزمالك عمل موسم فني على المستوى الفني، بغض النظر بقى عن الزمالكاوي ومش الزمالكاوي، ودي كان على جنب، لكن انا شايف الزمالك فنيا في ارض الملعب جوه المستطيل الاخضر هو الحق والاقدر بالدوري السنه دي. بس نيجي بقى اقول لك حاجه، يعني برضو اديك المنافس قال لك لا ده السبب هو تقنيه الفار والحكام، لا ما اسمعش كلام، وقال لك الاسماعيلي مفوت الماتش. سيبك من الكلام ده بقى عشان الكلام ده بيضحكني، ويعني مع كابتن خالد ما دخلناش فيه يعني. ليه والله؟ اولا تقنيه الفار ها هي بتعيد العدل لصاحبه، فلو تقنيه الفار هي اللي مديها لنا فيبقى احنا السنين اللي فاتت الاهلي كان بقى بياخدها بحاجات ثانيه. يبقى الكلام اللي بيتقال بقى ان الاهلي كان بياخدها بالحكام، يبقى الاهلي السنين اللي فاتت كان بياخدها بالحكام. تقنيه الفار دي ده عامل مساعد للحكم بيطلع بيشوف بعينيه. يعني الحكم بياخد قرار. شايف انت كوادي دجله رغم ان انت نزلت درجه ثانيه، طبعا شايف ان الفار افضل بكتير بكتير بمراحل 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 يعني. وجود الفار في الدوري المصري مهم جدا 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 الى ما لا نهايه. هقول لك حاجه، انا بقول لك حتى حاجة. لو الزمالك خسر الدوري السنه الجايه هقول نفس الكلام. طب اقول لك حاجه، مش عشان الزمالك خد الدوري. هقول لك حاجه ده السنه اللي قبل اللي فاتت وانتوا بتلعبوا الاهلي، يا نهار اسود على الجون جريشه، الجون اللي اتلغى بتاعه جون رسمي، اللي هو قال لك واحد متداخل، جون رسمي ما فيش متداخل خالص، في واحده مروان حمدي ما كانش متداخل خالص، ضربه جزاء على ربيعه فاكر، ما اتحسبتش.
وما اتحسبتش كان في فار. فبرضه ما احنا اتظلمنا في فار، بس الفار بيعيد، لا بيعيد الحق، بيدي الحق لاصحابه. بغض النظر بقى مين ياخد دوري، مش مشكلتي. السنه الجايه الاهلي خد، الزمالك خد، مش مشكلتي. انا بكلمك على موسم. انا شايف السنه دي خد حقك افضل مكان ما فيش فار قبل كده طبعا بكتير. يعني ما فيش مقارنه، مش العمليه كده، العمليه كده. وبالنسبه للحكام هم يتمنوا وجود الفار. لو حاولت اقول لكم على كم المغالطات اللي في الشويه اللي سمعتهم دول مش هتصدقوا. الكلام يبدو ان هو في ظاهره حق ولكن يراد به باطل. اللي هو ايه؟ اللي هو اولا انا بضحك لما حد يقول بيتقال له يعني الفار، ناس بتقول ان الزمالك خد الدوري غير مستحق في وجود الفار، فبيقول الكلام ده بيضحك. اصلا الاعلام اللي بيتكلم معاك في مباراه بمجرد ما تعرض الزمالك لظلم في وجود الفار امام اسوان قال حكام في مشكله في الضمائر، في مشكله في القرار، انت بتشوفه وبتتعمد تغلط، انت بتوجه الدوري. ده اللي اتقال في نفس وجود الفار ده. الحاجة التانية استدلال فكرة أصل دجلة هبط وأنا شايف الفار موجود، ده أكبر دليل إن الفار عادل. لا، ما هو وارد إن دجلة يكون هبط وفي وجود الفار، بس ما فيش أخطاء اتظلم فيها، فبالتالي أنت هنا فين المشكلة؟ إحنا لما جينا اتكلمنا في 13 نقطة النادي الأهلي استفاد بيهم المنافس، و15 نقطة اتظلم فيهم النادي الأهلي بالورقة والقلم. امتى نبقى إحنا غلط؟ مش القصة في حجة وجود الفار أو عدمه، لما أنت تطلع تقول لي لا الحالات دي مش كده، الحالات دي كده، وده ما حصلش لان احنا كنا بنستعرض اراء حكام مش وجهات نظر. المره الوحيده اللي كان فيها كلام عن مظلوميه ودوري 82 ردينا برضو بالورقه والقلم ازاي ما كانش الدوري من حق نادي الزمالك. اذن القصه مش فار بيساوي عداله، قلنا 100 مره الفار وسيله لتحقيق العداله ولكن لا يضمن العداله المطلقه. بص انا معايا وجهه نظر الكابتن محمد عبد الواحد. هل هي وجهة نظر الكابتن محمد عبد الواحد المؤمن بيها طول الخط؟ يعني اختلفت التيشيرتات، اختلفت المواقف، هي دي قناعاته بتقنية الفار ولا عنده قناعات مختلفة؟ هو ده بالنسبة لي الحدث. الحدث هو الكابتن محمد عبد الواحد، هو حاليا شايف ان تقنية الفار عادلة 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 لأبعد درجة ولأبعد الحدود. طب تعالوا نشوف الكابتن محمد عبد الواحد ورأيه في مباراة، كان هو طبعا مدرب في وادي دجلة، رأيه في مباراة بين الأهلي ووادي دجلة، ونشوف مدى انفعاله على تقنية الفار وعن التحكيم. نطلع نشوف الفيديو عشان بقى نرجع نعقب بصورة واضحة تماما. احنا ناس بتنافس دلوقتي في موقفنا، موقف مش كويس، احنا محتاجين كل نقطة بنفقدها. فأنا شايف إنك تدينا حقنا كحكم. أنت مش جاي تبص الألوان اللي التيشيرت أحمر ولا لا، ما أنا مع احترامي ليك تدينا حقنا. احنا ادينا مباراه كبيره، بشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه، ما كناش خايفين، لعبنا كورتنا اللي بنلعبها، لعبنا كورتنا من تحت، لعبنا سكنا الماتش، مش خايفين من النادي الاهلي، ما بنطفش، ما بنلعبش لونج بول، كور طويله، بنخلق فرص، بنروح، شكلنا اقرب، لكن للاسف طول ما انت بتتعامل ان انت نادي مش مصنف مع الانديه الكبيره، ما انا ما شفتش كده في حياتي. لا طب احنا كان في اخطاء في الاول في عدم وجود الفار، وكنا يعني بنعذر الحكام ان مفيش فار والقرار لازم تاخده في ثانيه، فانت خلاص ده انت شفتها كده، انت البوزيشن بتاعك كحكم حد مداري عليك، التمركز بتاعك كحكم ما شفتش اللعبه كويس، فبنلاقيك اعذار. لكن دلوقتي انت في ايه العذر بتاعك؟ وتروح شفتها فيديو يعني، روح شفتها اللعبه قدام عينيك، ايه اللي فيها يعني؟ مش فاهم يعني، عاوز اعرف سبب. بس الناس الحكام الكبار يطلعوا لي سبب واحد، في كابتن احمد الشناوي طلع على القناه ما اعرفش اون سبورت ولا ايه، بيقول لك الهدف فعلا اتصل له القرار احمد الشناوي تقريبا، ما اعرفش مين. قال لك ان الهدف صحيح، وقال لك ان اللي بيفهم في الكلام ده المتخصصين في التحكيم. يعني انا مش فاهم افضل يعني، انتوا ليه بتعملوا كده مع الانديه كلها؟ يعني ليه بتظلموا الانديه؟ فين حقنا احنا كنادي يعني؟ فين حقنا كنادي ان احنا ادينا مباراه كبيره زي دي وما فتحناش جول، وفي كوره هنا في الشوط الاولاني فيها شبه ان ممكن تبقى ضربه جزاء لمروان، وكانت النتيجه 0-0 ساعتها. طب انت فين؟ من ده كله يعني؟ على فكره كابتن احمد الشناوي الوحيد اللي في مصر اللي قال الكوره جول. يعني انا شايف ان احنا اتظلمنا يا كابتن، شايف ان احنا اتظلمنا للاسف. الاولاني هو مش بداخل. انا شايف ان احنا اتظلمنا، مرعي مش اوفسايد خالص. خالد رضا واللعبه اتلعبت مش متداخل مع ايمن اطرف، ولا في اي احتكاك ولا في اي بلوك ولا اي حاجه، الكوره اتلعبت ومش طبيعيه خالص خالص خالص. وجول رسمي 100%. لعيبه الاهلي نفسهم يا مو يعني شايفين عادي، ما حدش اعترض يعني، الكوره جول عادي. حد اعترض وواقفوا مستنيين وبتاع، بس انا حسيت في الملعب ان لما كابتن جهاز
طلع للفار قلت هيلغيه. يعني انا شايف ان في مجامله وفي للاسف يعني. والله العظيم انا لسه بقول للكابتن محمد صلاح في مجامله وفي مجامله واضحه وصريحه للاسف يعني. في مجامله لان انا هقول لك حاجه، الكوره دي هي هي نفس الكوره، هي هي نفس الكوره بنفس اللعبه، لو للاهلي كان هيحسبها جول. هي 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 نفس اللعبه، لو الكوره على منطقه جزاء دجله واتلعبت بنفس الشكل هتحسب كل الاهلي. طبعا اللي يسمع الفيديو ده يعني اكيد اكيد هيقول انتوا مركبين صوت على صوره في الفيديو الاولاني اللي بيتكلم فيه عن تقنيه الفار العادله. هنا الكابتن محمد عبد الواحد كان مدرب لوادي دجله في كره، هنتكلم عن هي هدف ولا غير هدف، قرار الفار كان سليم ولا غير سليم، لان مش ده القصه، القصه في فكره التشكيك اولا في الفار، ده الاصعب كمان، التشكيك في التحكيم وفي ضمائر التحكيم، لما يجي يقول أنا نادي غير مصنف ولما ألعب بقى بناخد بلون التيشيرتات، الطبيعي الإنسان اللي هو الطبيعي المظلوم الطبيعي في نادي وادي دجلة لو بيمثل وادي دجلة هيقول إيه؟ أحمر أو أبيض، لكن هو قال ولا عشان له تيشيرت أحمر فوقف هنا عند النادي الأهلي فقط لا غير. طب الأصعب من كل ده قال لك والله الكابتن جهاد جريشة هو طالع يشوف الفار أنا عارف إن هو هيلغيها، ولو الكرة دي للأهلي ما كانتش هتتلغي. طب وحضرتك يا كابتن محمد عبد الواحد ما شفتش اهداف سليمه في الدوري اللي شايف فيه عداله الفار؟ عداله 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 اتلغت للنادي الاهلي، ما شفتش 6 اهداف اتلغوا للنادي الاهلي في وجود تقنيه الفار عشان تضحك على اللي بيقول ان تقنيه الفار كان فيها اخطاء؟ طيب وانت بتضحك كابتن محمد عبد الواحد ما سمعتش على نفس الكرسي اللي انت كنت قاعد عليه الكابتن ياسر عبد الرؤوف هو بيقول عندنا 36 مباراه في الدوري فيها اخطاء تحكيميه مؤثره رغم وجود تقنيه الفار؟ اعتقد لو كنت سمعت دي كنت هتاجل الضحك شويه، لكن هو ده تعامل الكابتن محمد عبد الواحد في مباريات النادي الاهلي، دايما شايف الامور صعبه، دايما شايف الفار مفيش عداله، دايما شايف اللون الاحمر هو اللي هيتم مجاملته في اتهام واضح وصريح، وجاي بيضحك ان الاخطاء التحكيميه ساهمت في تحديد بطل الدوري. اعتقد فكره ان هو شايف ان الفار كان عادل هو نفسه رد عليها، مش احنا بنناقش القرار ولكن هو نفسه شايف ان الشيء نسبي مش مطلق، وده اللي بنحاول نفهمه لكم طول الوقت، القصه او العبره بالقرار. لكن هو تناول اراء الخبراء التحكيميين، وحتى في المداخله كان الكلام ان كابتن محمد الشناوي هو الوحيد اللي قال الشناوي. كابتن احمد الشناوي قال الكره الوحيده ان الكوره فيها تداخل او اللعبه لصالح النادي الاهلي. طيب تعالوا نسمع كابتن احمد الشناوي ونشوف رايه ايه ونرجع نعقب. عبره بان هناك تداخل من لاعب متسلل مع الخصم اعاقه عن لعب الكره، كون انه مش هيقدر يلعبها مش هيلحقها وهيتمكن منها لاعب المهاجم الاخر، انما هنا لازم يعاقب بالتسلل. ما فيهاش ده قانون، ما دام هناك نص لا اجتهاد. طالما حصل في تلامس او عمل له يعني ممكن جدا مع سبب اللعبه اللي اتحصلت دي اختها اللاعب المتسلل لقى المدافع جاي والكره راحت لزميله السليم. السؤال يا كابتن، وقف قدامه سنه السؤال ومشي ماشي خلاه وقف. السؤال لو اللعبه دي في وسط الملعب هتتحسب فاول؟ دي مش فاول، دي تسلل. لا ده تسلل، حسب التسلل، اعاقه بالتسلل. ايوه ما انا عارف يعني، ما هو ما الاعاقه، لا اعاقه، اعاقه يعني فاول. لا اعاقه، ما هو هنا اعاقه بالتلامس، باعاقه حتى انه يقف قصاده كده وعينه يتحرك، اعاقه عن التحرك، اعاقه عن انه يتواصل حتى لو مش هيلحقها، حتى لو مش هيلحقها ومش هيلمسها. هل ده قانون عشان بس ما ده قانون طبعا، امال انا بقول ايه؟ ولا وجهه نظر تحكيميه؟ لا ده كابتن احمد ده قانون وموجود في الماده 11 في التسلل. يعني الحميه موجوده عند كابتن محمد عبد الواحد في لقطه الكابتن احمد الشناوي وضح فيها القرار، وضح فيها القانون بيقول ايه، وان مفيش نص نقدر نحتكم اليه غير اللي بيقول ان في التداخل ده، وكانت اللعبه واضحه، وضح طريقه التداخل فيها. حتى كابتن احمد شوبير دخل معاه في جدل قد يثبت ان اللعبه ما فيهاش تسلل، ولكن هو كمان رد عليه بالقانون. بس كان كابتن احمد الشناوي اخر الناس اللي قابله برايهم؟ لا، ده كان تصريح الكابتن احمد الشناوي اللي كان مش عاجب الكابتن محمد عبد الواحد وشايف ان هو مش في صالحه، برغم ان الكابتن احمد الشناوي قال بالقانون. فالكابتن احمد شوبير قال له قانون ولا وجهه نظر؟ قال له قانون الماده 11. فطيب القانون اذا هيتفق معاه في الراي خبراء تحكيم. تعالوا نروح نسمع الكابتن عصام عبد الفتاح وهو بيعقب على اللقطه دي.
لو اللاعب اللي في موقف تسلل، انا بكلمك بقى بالقانون، لو اللاعب اللي في موقف تسلل ده تحرك او وقف، تحرك، شوف هو في موقف تسلل تحرك او وقف في طريق، في طريق اللاعب المدافع وقلل من قدرته على لعب الكوره او منعه من التنافس على الكره يعاقب بالتسلل. تمام. السؤال يا هاني، اللاعب الاصفر هنا، خلينا نتكلم بالالوان. ايوه بالالوان. اللاعب الاصفر هنا راح في اتجاه اللاعب الاحمر ولا لا؟ راح في اتجاهه. ايوه. وكان واقف، واقف امامه ولا لا؟ واقف في طريقه 100% بدليل ان حصل احتكاك جسماني. تمام. طيب هنا اللاعب رقم 4 الاصفر كان في موقف تسلل. طيب يا هاني، لو شلنا اللاعب رقم 4 ده الاصفر ده المتسلل اللي هو راح في اتجاه اللاعب الاحمر، راح في اتجاهه ووقف امامه، هنا حصل الاحتكاك اللي هو الامبيدنج اللي هو الاعاقه حصل، لو الراجل ده مش موجود، مش موجود، هل اللاعب الاحمر كان يقدر يروح يتنافس على الكره مع اللاعب الاصفر اللي خلفه ولا لا؟ ايه الاجابه بقى؟ السؤال ده السؤال الجوهري. تمام. اكيد 100% كان يقدر يروح يتنافس على الكره، خلينا نكون واقعيين. تمام. فهنا التاثير حدث. هنا 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 دي اللحظه الفاصله في الحكم على الحال. من وجهه نظرك طبقا للقانون، قرار الحكم بالغاء الهدف قرار صحيح. بالظبط. وتدخل الفار في هذه الحاله كان تدخل صحيح، لان في النهايه نتج عنها هدف، فهنا التدخل من الفار كان تدخل صحيح. تمام. لان هنا طاقم التحكيم هو اللي احتسب الهدف. اول كلمه قالها الكابتن عصام عبد الفتاح بالقانون، واخر كلمه ختم بيها توضيحه للقطه لما اتسال قال له ده بالقانون، تدخل الفار كان تدخل سليم، وقرار الحكم جهاد جريشه كان قرار سليم، كان حكم الفار وائل فرحان، والمباراه دي كانت في سبتمبر 2020. فده الكابتن عصام عبد الفتاح، عشان الكابتن محمد عبد الواحد كانت معلوماته ان الكابتن احمد الشناوي فقط لغير اللي شايف ان الكره دي او تدخل الفار والغاء الهدف هو قرار سليم، فجبنا له الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام حاليا. في الكلام سالنا سؤال، هل كابتن محمد عبد الواحد مشكلته فعلا هي منطقيه فكره الفار، ولا مشكلته لون التيشيرت؟ ده اللي احنا نقدر نفهمه لما نرجع لحاله بين الزمالك ودجله في 28 يناير في مسابقه الدوري. ضربة جزاء غير محتسبة لدجلة أمام نادي الزمالك. تعالوا الأول نسمع الرأي القانوني لكابتن أحمد الشناوي فيها، وبعد كده نرجع نعاقب. هنا طبعا اللعبة دي اللي جاية هي طبعا جت في إيده، وركلة الجزاء واضحة جدا، لأن اللاعب هنا الكرة إيده مش في الوضع الطبيعي، يعني تعتبر كمان إيده فوق كتفه، وبالتالي لمسة اليد موجودة، وبالتالي داخل منطقة الجزاء، طبعا تبقى ركله جزاء لم تحتسب. يعني رغم ان يعني اعتقد ان محمد معروف كان يعني ممكن يقدر يحسها بشكل، لكن اعتقد الراجل رافع ايده عشان اخر واحد لو واقف في الاستاد فوق يبقى شايف ان هي ضربه جزاء، دي ما اتحسبتش. طيب هل الراي بيكون هو هو؟ هو ده اللي احنا جايبينه. هي الفكره كلها ايا كان الاخطاء التحكيميه، سواء بوجود 3 حكام، سواء بوجود 5 حكام لما استخدمناها في فتره، سواء بوجود تقنيه الفار، انت انفعالك مع الظلم اللي بيقع على وادي دجله بيكون عادي جدا لما يكون المنافس اهلي او زمالك او اسماعيلي او بيراميدز او اي فريق، ولا الفكره كلها ان انت لما بيكون المنافس النادي الاهلي الوضع بيختلف؟ اعتقد اللقطه دي لا محتاجة فار ولا محتاجة حكم خامس ولا محتاجة أي شيء عشان تعرف إن هي ركلة جزاء واضحة وصريحة في مباراة انتهت بالتعادل 1-1. كان حديث الكابتن محمد عبد الواحد إيه بقى بعد المباراة دي؟ فاكرين النيرف اللي كان في الأول؟ تعالوا نشوف بعد مباراة الزمالك وادي دجلة كان الكابتن محمد عبد الواحد بيقول إيه؟ نشوف الفيديو. يحللنا مع الناس اللي موجودين، طبعا الناس اللي موجوده بتبذل اقصى اقصى ما عندها يعني بيشتغل على المجهود اللي بيبذلوه، لكن محتاجين دايما الناس اللي هي الفينش الكويس عشان نقدر يحطونا في مكان كويس، مش ممكن يكون فيها 4-5-6 فرص كل جيم، ما بيجيش منهم حاجه ولا بيجيب منهم فرصه. والنهارده بدل ما كنت طلعت بنقطه كان ممكن تطلع بالثلاثه فهتفرق معاك، وكان ممكن نخسر برضه. يعني طبعا ده وده كان ممكن نخسر يعني بسبب اهدار الفرص، زي ما انت مهاجم زي ما انت مضيع قدام. الزمالك عنده امكانيات فرديه، كره مصطفى محمد اللي اتلعبت في حصه الصيف انا ما شفتهاش، كان ممكن تخسر 2-1 طبعا. بالكوره
وتندم على الفرص اللي انت بتضيعها. وحصل لنا ماتشات قبل كده بنضيع كتير وبنستهدف في الاخر. لكن الحمد لله انك تاخد نقطه من نادي الزمالك ومن نادي الاهلي دي حاجه كويسه، حاجه ايجابيه تقدر تبني عليها في ماتشات اللي جايه، خصوصا احنا مركزنا مركز لا ناخد اسم النادي او الامكانيات اللعيبه اللي موجوده عندنا لعيبه صغيره عندهم امكانيات معماريه كويسه وفنيه كويسه بنشتغل عليهم زي الناس ما شايفه. امكانيات وادي دجله مش الفرقه اللي هي الاجريسيف اللي هي بيلعبوا بقى الكور الطويله، لا احنا عندنا كل اللعيبه لعيبه الاكاديميه كلهم لعيبه معظمهم مهاريين يعني نوعيه جمال حمزه والنوعيه دي، فمحتاجين لعب الكوره دايما على الارض، مش عايزين نعلي الكوره، بنلعب على قد امكانيات لعيبتنا. امكانيات لعيبتنا ما عندناش اطوال قدام ان احنا نلعب كوره طويله او كده، فاحنا بنلعب على قد امكانيات لعيبتنا اللي احنا معانا دلوقتي. السكواد بتاعنا القايمه اللي معانا دلوقتي هي جابوا مدرب، يعني ده النادي بيدور على مدرب يلعب بامكانيات اللعيبه اللي هي لعيبه الاكاديميه. يعني عصير ليمون كان موجود قدامه وهو بيتكلم عن المباراه لدرجه ما قلت احنا كان ممكن نخسر يعني عادي جدا، وحتى لما جاي يشبه لعيبه الاكاديميه قال لك زي مهارات الكابتن جمال حمزه، هدوء تام جدا في مباراه انتهت 1-1 فيها خطا تحكيمي لم يشير من قريب او بعيد، يعني كل اللقاء كله بيتكلم عن احداث المباراه. وهنا رساله للكابتن محمد عبد الواحد، شفت الكابتن احمد حسام ميلو لما كان في وادي دجله وتعرض لخطا تحكيمي طلع قال جملته الشهيره، ليه؟ لان هو مش فارق معاه قد فريق وادي دجله. اعتقد الكابتن محمد عبد الواحد من الفقره دي مش فارق معاه قد النادي الاهلي. نشوفكم بعد الفاصل والاهلي خط احمر. ورجعنا لكم والاهلي خط احمر في ليله زي ما قلنا ما ننساش فيها ان النادي الاهلي حقق بطوله مهمه، جمهور النادي الاهلي كله سعيد بيها، وعلى فكره الهاشتاج مازال متصدر بفضل جمهور النادي الاهلي، بنشكر كل واحد شارك في الهاشتاج. لكن برضو الاسبوع ده كان عندنا حوار ما بين كابتن ابراهيم نور الدين وكابتن احمد حسام ميدو اللي للامانه دايما برضو معني بحته التحكيم، ولكن كابتن إبراهيم نور الدين اتكلم فيها عن حاجة كتير جدا كان بيحصل لغط، وهي إيقاف الحكم بعد الخطأ في مباريات للأهلي أو الزمالك. كتير جدا كنا بنسمع بعض الإعلاميين في أندية أخرى بيتكلموا عن إيقاف إبراهيم نور الدين لعدد من الأيام بعد مباراة أو خطأ في مباراة للنادي الأهلي. تعالوا نسمع كابتن إبراهيم نور الدين شرح الموضوع إزاي وقال إيه فيما يتعلق بإيقافه أو تجميده فترة بعد الخطأ. نطلع ونشوف الفيديو. قعدت 469 يوم بعديها ما حكمتش للأهلي، وإحنا كلنا عارفين مدى أهمية مباراة الزمالك والأهلي للحكام. هل أنت شايف إن ده فيه ظلم للحكام؟ وهل أنت شايف إن ده لازم يتغير؟ مش أنت بس على فكرة، كابتن جهاد جريشة في مباراة الزمالك والمقاصة لما الكرة الشهيرة بتاعت مودي قعد 420 يوم ما بيحكمش للزمالك. انا ال 400 يوم وشوية دولت كان في توقفات عشان خاطر استدعاء لكأس الأمم وكان في يعني المسافة طويلة 350 يوم ما هو سنة. انا ما حكمتش في الفترة ديت، ممكن يكون تم استبعادي في فترة معينة وتم تعييني من لجنه الحكام اللي موجوده اكتر من مره، بس انا كنت شايف ان الفتره ديت ان انا مش موافق. يعني حضرتك اللي كنت بتطلب عدم اللعب؟ انا كنت بطلب ان انا بلاش ان انا ابعد عن المباريات ديت عشان خاطر ما يحصلش قرار تاني هتقعد عليا انا بمشكله كبيره. بس ده بس انا اقول لك حاجه، انا بعتب عليك في الكلام ده. لا اقول لحضرتك بس ان انا كنت مركز، انا كنت مركز ساعتها في كاس الامم ان انا اروح كاس الامم، وفعلا انا ما حكمتش في الفتره ديت لفرقه او لفرقتين، لكن رحت كاس الامم والتاريخ مش هيفتكر لي، انا لعبت 300 ماتش للاهلي وللزمالك والاسماعيلي، لكن كاس الامم دي ممكن تلعبها مره في حياتك ولا مرتين. يعني انا اللي اتحرمت منه او منعت عنه او استبعدت نفسي منه حصدت اكبر منه بكتير. بس كابتن ابراهيم اقول لك بصراحه، اتفضل. انا لو مكانك، انا بقول لك على شخصيتي يعني، وانا متاكد ان انت يعني عندك شخصيه قويه جدا، لو انا نادي طلب ان انا يستبعدني من التحكيم ليه مهما كان حجمه، الزمالك الاهلي اللي هحاول ان انا احكمه في اسرع وقت ممكن. بص انا هحاول لان انا عشان اثبت ان انا ما عنديش، انا كابتن ميدو عندي قناعات شخصيه بعرف احدد مستوى نفسي تمام. في بعض المباريات تستحمل اخطاء وفي بعض المباريات ما تستحملش اخطاء.
تمام؟ انا في الفتره ديت المباريات ما كانتش تستحمل اخطاء، وانا كان كل المباريات اللي في الفتره بتاعه 2017 دي كنت غير موفق، وبيبقى عندي قرارات كان في لسه بقى الحكم الاضافي داخل، وانا كان بيبقى دايما عندي مشاكل مع الحكام المساعدين والحكام الاضافيين. تمام؟ فكان بتعمل لي انا مشكله، بترجع في الاخر ابراهيم نور الدين الحكم. يعني حتى لو في حكم تاني قراره غير صحيح كنت بتحمله انا. ففي الفتره ديت انا لو كنت كملت في الطريق ده انا كنت ممكن انتهي من التحكيم خالص. لكن انا لما مشيت في الطريق الصحيح وبعدت عن المباريات الكبيره وبدات اركز وبدات انزل اطلب العب ماتشات قسم تاني كتير وبدات اتمرن تاني وبدات افوق لنفسي، النتيجه ان السنه دي الفريق اللي انا ما حكمتلوش في 2017 لمباراه حكمت له السنه دي 5 مباريات اكتر حكم حكم للنادي الاهلي في مصر السنه دي. انا هنا بنتكلم عن حكم بيدير الامر، مش 469 يوم اتوقف فيهم. بيحكي وبيستعرض ازاي هو كان عنده تارجت وهو كاس الامم، كان شايف ان خطا تاني ممكن يهدد مسيرته بالكامل نتيجه الضغوط اللي هو بيتعرض ليها بعد الخطا الاول، بيشوف ان الامور كان هو ليه رغبه فيها، لجنه الحكام احترمتها وحقق التارجت، وفعلا وحقق التارجت في كاس الامم، وكمان ان هو زي ما قال هو الموسم ده تقريبا اكتر حكم ادار لقاءات للنادي الاهلي 5 مباريات. وعلى فكره يعني بعيدا عن اخطاء للفار كان موفق في كتير من اللقاءات دي. شهادة حق الحكم الكابتن إبراهيم نور الدين من وجهة نظري هو أفضل حكم في الموسم الماضي، حتى في قراراته، في قرارات احتساب ركلات الجزاء قبل ما يرجع للفار، فكان دايما هو بيكون عنده الجرأة والقدرة والقرار السليم في أنه يحتسب ركلة الجزاء، ودي كان مميز فيها جدا الموسم الماضي. ده رقم واحد. لكن رقم اتنين، الكابتن ابراهيم نور الدين هو بيتكلم عن ان قرار استبعاده من مباريات النادي الاهلي، وده اللي يعنينا في المقام الاول، كان قراره هو لانه هو حاسس ان هو كان غير موفق. الكابتن احمد حسام ميدو بيطرح عليه سؤال وبيقول له انا لو مكانك وفي قرار من نادي بيستبعدني انا اروح احكم للنادي ده؟ يا كابتن احمد حسام بيقول قراره هو قرار، لكن هي الفكره كلها مترسخه في ان النادي الاهلي بيستبعد الحكام. الغريب والمفارقه الطريفه جدا ان الكابتن احمد حسام ميدو كان هو صاحب راي ان النادي الاهلي بيستبعد الحكام في الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. وعايز اوريكم ارقام لبعض الحكام الكبار، مش حكام صغيرين كمان، لما غلطوا قدام الزمالك والاهلي قعدوا بعديها كام شهر ما بيحكموش للزمالك والاهلي. كابتن جهاد جريشه لما غلط في مباراه المقصه امام الزمالك ابتعد عن قياده مباريات الزمالك لمده 474 يوم، بعد ما خسر الزمالك امام النجوم تحت قيادته بهدف نظيف في الدور الاول لموسم 2018-2019. مسؤول الزمالك خرجوا بعد المباراه قالوا جهاد جريشه مش هيحكم للزمالك تاني. لا هو مش 18-19، كان ايه يعني؟ ممكن يكون موسم قبل كده، ممكن يكون 15. لا هو بيقول لك على ماتش النجوم. لا 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 18-19 بتاع النجوم، مش المقصه. ماتش النجوم، مش المقصه. ماتش النجوم. النجوم. انا اللي غلطت المقصه. ماتش النجوم. 2018-2019. اللي هو العوده يعني، العوده دي. 474 يوم ما حكمش للزمالك تاني. ده معناها ان مسؤولي الزمالك قدروا ان هم ينفذوا تهديدهم عن طريق التواصل مع اتحاد الكوره، وده مش موجود في اي حته في العالم. طيب مش الزمالك بس، ابراهيم نور الدين ابتعد عن قياده مباريات الاهلي لمده 469 يوم. عارفين يعني ايه 469 يوم؟ يعني سنه ونص ما حكمش للاهلي بعد ما تعادل الاهلي مع الانتاج الحربي بدون اهداف في الدور الاول لموسم 2018-2019. عارفين ان الارقام اللي انا بعرضها لحضراتكم دي معناها ايه ولا لا؟ يعني عارفين دي معناها ايه ولا لا؟ انا عايز اقول لكم يعني ده قمة الفساد. قلنا معناها ايه؟ ده قمة الفساد. خلينا نكون متفقين ان الكابتن احمد حسام ميدو في فكرة ان مسؤولي نادي الزمالك استطاعوا ان هم ينفذوا تهديدهم مع استبعاد جهاد جريشة شأن لا يعنينا. احنا هنا يعنينا في المقام الاول اللي قاله الكابتن احمد حسام ميدو، خاصة ان هو عمل حالة عطف ما بين موقفه او رأيه في موقف نادي الزمالك وموقف النادي الاهلي، والنادي الاهلي كذلك. وهنا كل اللي اتقال في الجزء ما يخص نادي الزمالك بالتاكيد يخص النادي الاهلي في نفس السياق، ان ايضا النادي الاهلي نجح في الضغط على ان يستبعد الحكم ابراهيم نور الدين اللي اخطا في مباراه النادي الاهلي. هو ده اللي احنا بنطلع بيه من هنا من التصريح ده، ان ابراهيم نور الدين بنفسه هو اللي قرر
يبعد عن المباريات الكبيرة، مش النادي الأهلي اللي بيقول ابعدوا لي الحكم ده أو هاتوا لي الحكم ده. النادي الأهلي بيطلع ببيانات واضحة وصريحة، لو سمحت عايزين تحكيم أجنبي، لو سمحت محتاجين تفسير للأخطاء اللي بتحصل ضد النادي الأهلي، لكن لا بيقول ما تجيبليش الحكم ده أو هات لي الحكم ده. أنا في النهاية كنادي أهلي مش طالب غير تحقيق العدالة في الملعب. أنت كاتحاد كرة، كلجنة حكام، تحقق لي العدالة دي بالطريقة التي تحلو لك. ده كان مهم جدا يا فارس، والمفارقة إن كان بين ميدو نفسه وإبراهيم نور الدين بعد كده. كابتن ميدو كابتن ميدو لأنه أكيد وهو قاعد يعني تناسى الرأي القديم، ولكن ده يهمنا التوضيح فيه للموقف. كمان عايزين نروح للمباراة اللي هي إبراهيم نور الدين كان فيها الخطأ منه كحكم، كانت مباراة الأهلي والإنتاج وانتهت بنتيجة 0-0. عايزين نشوف الخطأ كان إيه، وكابتن أحمد الشناوي اللي تعبينه معانا كالعادة علق على اللقطة وقال إيه. نشوف الفيديو. لما نشوف اللعبة هناك شد طبعا، التحام وشد، والحكم هنا طبعا ابراهيم كل ده لسه ابراهيم نور الدين ما ظهرش على ال 18. بص الحكم، لا مش على 18، هو الحكم الاضافي يعني لو بصيته هتبص ليه جه في لحظه اتحرك سبق الحدث. بص اهو هنا هو اتقدم وراح، لما نمشي هنمشي دلوقتي كده، بص هتلاقيه بيجري بيتحرك وبيسيبهم بيسبقهم اهو، بص على ان الكره هتتلعب. طبعا هناك في شد من لاعب الانتاج لمهاجم النادي الاهلي اللي هو وليد ازار، اهو من في بدايات شد طبعا هنا اهو. يعني انا عايز اقول وليد ازارو الكره بالشكل ده، ايه اللي هيرجعه تاني لورا؟ يعني ايه اللي هيرجعه تاني لورا بالشكل ده؟ فطبعا هنا طبعا بس خلي بال حضرتك برضه، انا ما زلت مصمم ان ابراهيم نور الدين مش في الكادر خالص. ما هو بعيد، يا ريت نرجعها من اولها. يعني تسلل مش صعب، لا 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 من ناحيه ان الكره بتتلعب، المسافه ما بين اللي بيركل الكره والمستلم، ولا اللاعب واقف على بعد عن خط التسلل. اذا القرار هنا انا بعتقد ان طبعا للاسف الكادر مش مبين لنا تمركز المساعد، وانا ده اللي انا عايز اقوله ان تمركز المساعد مش ممكن هيكون واقف صحيح وهيشيل على دي بتسلل، مش ممكن. يعني دي من المستحيلات، يبقى شيء صعب. اللعبه دي يعني سهله بالنسبه للمساعد، تسلل سهل مش صعب. يعني احنا مثلا لما جبنا امبارح حاله وقبل كده حاله، يعني بنقول مثلا صعب يقف على خط واحد متقدم بجزء من جسمه ورجله متقدمه، ماشي، لكن دي ما فيهاش اي حاجه، خلاص الكره طلعت وهو خد الكوره وهو بيلعبها، يعني ما فيهاش اي نوع او شبهه تسلل. شبهه التسلل مش موجوده على الاطلاق خالص. طبعا المساعد هنا رفع، وبالتالي يعني طبعا قرار هنا التسلل. مباراة كان خسر فيها النادي الأهلي نقطتين بأخطاء تحكيمية غريبة جدا، ركلة جزاء لوليد أزارو لم تحتسب وكان غريب جدا عدم احتسابها، وتسلل ما فيهوش أي شبهة تسلل برضو تم احتسابه في لقطتين فكرناكم بيهم، وإن الحكم نفسه أساسا هو اللي طلب من الاتحاد المصري إنه ما حكمش للأهلي الفترة. هو كان موسم صعب الموسم ده مع الأخطاء التحكيمية، ولكن تعالوا نشوف الكابتن إبراهيم نور الدين سمع بنصيحة مين لما قال أنا هبعد عن المباريات الكبيرة. نطلع نشوف الفيديو. أنا داخل الاستوديو وقلت لهم دي أسهل مباراة أقدر أحللها في العالم في حياتي. بالظبط. لأن الأخطاء اللي حصلت سهلة جدا، مش محتاجة جدال، مش محتاجة إعادة، مش محتاجة أي حاجة. أنا طبعا هنا يعني أنا كلمت إبراهيم، كلمني إمبارح وكلمني النهاردة وناقشت كتير في اللعبة دي، ويعني بيقول لي مثلا ما كانت قصاد الحكم الاضافي الخامس وبتاع. انا قلت له بص يا ابراهيم، الحكم الاضافي الخامس ده حاجه مستحدثه على الرياضه المصريه وحاجه مستحدثه على الدوري المصري من سنتين بس. كوره زي دي انا بحملك يا ابراهيم مسؤوليتها كامله. النقطه اللي انا بطالبها من الحكام، ودي انا قلتها لابراهيم، قلت له انا اتمنى يا ابراهيم ان الموضوع يجي منك انت ومن الطائن، تروحوا كده بالثقه بالنفس، تروحوا لجنه الحكام تطلبوا منهم يريحوهم، الجايه هم اللي يطلبوا يعفوكم من الفترة الجاية من التحكيم. ليه؟ انت كلاعب كرة يا كابتن مصطفى كنت بتمر بظروف نفسية أكيد. اوقات عاوز تبعد، صح، مش قادر تتمرن، تروح تنزل حمام السباعة، تلعب تنس، تلعب اي لعبة تانية، لازم تبعد شوية. اعتقد لو ابراهيم عمل كده مصطفى. انا بيعجبني جدا الكابتن سمير عثمان في تحليلاته، سواء بيتعامل مع حالات تحكيميا او كمان فكرة الدراسة لنفسية الحكم، وهو اللي طلب من الكابتن إبراهيم نور الدين إن يطلب من لجنة الحكام إنها تعفيه الفترة دي
من المباراه، لان هو كان شايف ان طبعا السبب اللي بيقوله الكابتن ابراهيم نور الدين ان الحكم الخامس هو اللي يعني كان المنوط بيه يحتسب ركله الجزاء دي، قال له لا دي كرتك انت وده خطا مش محتاج لاعاده ولا حتى محتاج مساعده. وفي النهايه بقى واضح ان الكابتن ابراهيم نور الدين زيه زي اي حكم مصري هو اللي ممكن مع لجنه الحكام ياخد قرار بانه يعفي نفسه من مباريات النادي الاهلي. اما النادي الاهلي لا بيضغط على استبعاد حكم ولا بيضغط لاختيار حكم. نشوفكم بعد الفاصل. حبينا في ختامنا معاكم في الاهلي خط احمر نرجع لمشاركاتكم، لان احنا بجد سعداء بتفاعلكم معانا وبان الهاشتاج مازال متصدر على مستوى مصر. ونعرض لقطه مهمه جدا يمكن احد الجمهور بعتها ترند اهلاوي، هي من افضل فعلا صور التتويج والاحتفال بالبطوله. نعرض الصوره لو معانا. كانت فيها طفله صغيره ازاي هي بتشير، وابنة الكابتن وهي بتشير على الشعار عمرو الجندي، بتشير على شعار النادي الاهلي، ولقطة مؤثرة جدا ولقطة مهمة. هي مش فكرة البطولة، هي فكرة ان هي حاسة ان النادي الاهلي فعلا شيء مؤثر، وده اللي والدها بيفتخر بيه شعاره على صدره، وهي تشير للشعار اللي مصدر فخر لينا كلنا كبار وصغار. اللي واخد الصورة واللي عامل الفوتوشوب ان يكون فقط لا غير بالالوان هو شعار النادي الاهلي ولوجو النادي الاهلي ومصدر فخر النادي الاهلي عبقري. وبالتاكيد الطفلة على حب النادي الاهلي بتتربى، وده شيء عظيم جدا ودايما بنقول من صغري بعشقه. عندنا كمان تويتة ممكن نستعرضها، الأستاذ خالد القاسمي بيقول ألف مبروك الأهلي المصري، بطولة قوية يستحقها العملاق العربي في كرة السلة، الأهلي أبطال العرب. كل الشكر وكل التقدير لكل من ساهم إن جماهير النادي الأهلي النهاردة تنام سعيدة ومبسوطة ببطولة بتدخل لأول مرة دولاب بطولات النادي الأهلي. وزي ما قلت اتوقفت او وقفت عند كلمة الكابتن طارق الغنام اللي شافه الفترة الأخيرة على تاريخه، كان في حاجات كتير حصلت إيجابية في الفترة دي حققت البطولة. نتمنى إننا نبني على ده من أجل الفريق ده، من أجل ألعاب الصلاة تكون على نفس القدر مع بطولة أو لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، إن أنت تكون دايما بتسعى إنك تكون رقم واحد، لأن النادي الأهلي مكانته الطبيعية هي رقم واحد، زي ما جماهير النادي الأهلي في معادلة كيان النادي الأهلي هي رقم واحد. وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، ألف مبروك إحنا أبطال العرب، سلام.